اقول لكم مبروك طبعا درع الدوري مسبقا يعني، بس اليوم الفوز له حلاوه على القادسيه. الله يبارك. هذا اذا فزتوا. الله يبارك فيكم. فايزين حلو. على اساس فايزين يعني فايزين. انت هم اللي قولوا عليكم ترديتوا تعادلتوا للحين. لا عادي بس راح نفوز واذكرك مو 3-4-1 ان شاء الله. الفرحه اليوم بعد غياب 4 سنوات عن الدوري اكيد فرحه، ان شاء الله ما يطلع بعيد ويرد ان شاء الله 4 سنين هني. حلو. 4 سنين بعد. 4 سنين قدام بعد. حلو. فريقكم يستحق هالسنه؟ اكيد يستحق، شايف الفارق انت. حلو. حتى لو نخسر كم بيكون الفارق؟ حلو. شنو ايجابيات الفريق هالسنه بصراحه؟ كل شيء في ايجابي. حلو. نتائج، مدرب، لاعبين، محترفين، اداره، السنه توب. والمدرب فارق وايد. حلو. كلمتك حق اللاعبين، يعني اليوم انت المفروض فرحان يعني. مبروك، انتم تستاهلون وما خيبت الظن فيكم بس. ترى المخرج المصور هو يبي الفنيات من اللاعبين. يعني ما يجيبي شوت لكن بايد احمد الفضلي. جماهير الكويت، واليوم يوم الفرحه، يوم الفوز، يوم تحقيق درع الدوري بعد سنوات. ها ان شاء الله. احساسك بالفرحه؟ والله فرحه ما توصف، بس بفرح فرحه ما توصف. الكويت قوي يلعب لعبه حلو ونشيط، لعب حديث جدا جدا، بس قادسيه يخرع شوي صراحه. والله يعني اليوم يخرب الفرحه الكويت؟ والله ان شاء الله ما يخيب اقوات ان شاء الله. حلو. ان شاء الله انه يحقق نبي 4 اقوال الفرق على قادسيه. حلو. يعني بس القادسيه ما يخليك تفوز عليه، يعني ما تطلع من الموسم من غير ولا خساره صعبه. لا قادسيه خطرة قادسيه. ايه. بس انه الافضل ان نعطيهم نتيجه تور القلب. حلو. لم شوي مو قادر عليهم يعني. شفت بدر مقول مطوع برا القادسيه خطره حيل بس الابيض عنده ان شاء الله وعيد يحققون نتائج حلوه ان شاء الله. بعد هالدوري شنو طموحك؟ والله الطموح ان شاء الله جميع المباريات وجميع التنديد برا الكويت. حلو. ان شاء الله نمثل الكويت احسن تنديد ان شاء الله. حلو. جمهور الانديه الباجيه شو تقول لهم؟ نقول يعوض الله عليكم ان شاء الله. حلو. على الكل عوض الله عليكم. وخيرها بغيرها. حلو. امام بيلعب جهه يسار، محاوله القادسيه، يحاول شلون؟ يقول له بيده، يقول له العب، يقول له العب. طبعا يطالبون بركله جزاء للي شافوه اهما، ما شافه مشعل العسعوس. واليوم فرق بين المدرج القدساوي والمدرج الكويتاوي. الكويت هناك احتفالات وقبول شغل عدل، اليوم القادسيه سكيتي. ها هو شوف على صوت ساكتين، بس احنا نفس العدد يعني تقريبا. حلو. هم بيتوجون واحنا ما اكثر، حرام يعني جمهور الكويت اليوم اكثر بكم واحد؟ بخمسه. المهم فحقهم يستانسون يعني، هم 150 واحد يستانسون اليوم اكثر. لا اليوم نقول اكثر، ما نظلم جمهور الكويت. المهم يعني يستاهلون. السنه هذه تفوقوا عليكم كل شيء. اي طبعا متفوقين ويانا يعني اكيد، يعني محترفين، اداره تشتغل، اداره مستقره، جهاز فني. ايش ناقصكم؟ لاعبين منتخب، محترفين، مدرب على كم بطوله؟ المحترفين ما عندنا محترفين الا يعني كيتا، واحنا اساسا انا كيتا مو مستفيدين منه، لان احنا كيتا عندنا 4 لاعبين منتخب اول ومنتخب اولمبي كلهم ارتكاز. حلو. فيعني مو محتاج المركز اللي فيه كيتا خوش لاعب. حلو. بس احنا كقادسيه مو مستفيد منه بالمركز هذا، لو يبوا يشيلونه يبون لاعب محترف احسن. ابو يعني ما عندنا محترف تشد بالله. شلون تستفيدون من تجربه الكويت انه اخذ الدوري من غير ولا خساره للحين؟ نستفيد طبعا، شلون ما نستفيد؟ ايه. نستفيد ان الثلاث محترفين اللي بالملعب ثقل بالملعب. حلو. انت لما تجيب 3 محترفين يشيلون الفريق فرق. لاعبينهم لاعبين محليين زيني؟ لا اسمح لي يعني لاعبين انت عندك محترفينك يعني السومه مو زين؟ كم قول مقبول؟ شوف السومه هداف الفريق. لا بس عمل مو تقابل السومه بفراس. حلو. وين كان فراس؟ وين صاب السومه؟ حلو. لكن انا اقول لك انت تبي تقابل اللي بلاعبين المحليين، افضل لاعبين محليين عندنا بالقادسيه، لكن المحترفين انت شوف الحين فريق نادي الكويت جاب له 2 محليين اللي هم عبد الهادي خميس وفهد العنزي، وجاب له 3 محترفين غير فريقه. حلو. شوف يعني 5 لاعبين غيروا الفريق، 2 محليين وثلاثه محترفين. حلو. القادسيه شنو سوى؟ ما سوى شيء، ما جاب محترفين نفس العالم، نفس محترفيننا مالت العام والسنه، محترفين داخلين. حلو. يجيب محترفين افضل من مستوى الفريق، مو تجيب لي محترف دايخ انا اشيله. حلو. يستحق الكويت الدوري؟ طبعا يستحق، طبعا يستحق، ما في جدال. يستحق من غير ولا خساره ولا بخساره؟ احنا شوف مو نفس نادي الكويت لما نخسر نقول والله الحكام والله ما شنو والاتحاد وعطاهم وكذا. لا احنا نشوف اللي ياخذها بذراعه نقول له تستاهل. حلو. ما احنا نفس غيرنا لما ناخذها بذراعنا يقول لا حكام وكذا، وهم يستاهلون الصراحه، وفرق النقاط يعني شيء واضح انهم يستاهلون يعني. اللي حسين حاكم اللي كان ماخذ المكان اللي لعب منه الخطا ولعب الكره الان ملعوبه على طول، يعطاني يبعدها براسه وروجيريو خطير تضرب ويقول العب. ف
فرحة الدوري، فرحة بعد غياب كم موسم؟ أربع مواسم. أربع مواسم كان الدرع لونه أصفر، اليوم تردون تصبغونه أبيض. هو مصبوغ أبيض. حلو. إي بس نصبغ أصفر. أربع مواسم. إي قاعد نحك الأصفر. حلو. ونخلي على لونه. حق موسم موسمين، يبي لك تاخذ أربعة عشان. إحنا الأربع مواسم وإحنا سيئين الثاني. حلو. أربع مواسم وإحنا سيئين الثاني. القادسية وسيئ الثاني. على العموم إحنا قاعد نتكلم في شيء طاف. صحيح. احنا عيال اليوم. حلو هذا الحكي الحلو. اي نعم احنا ايه. اليوم باذن الله بدون ولا خساره للحين لحد الان وان ايه. شاء الله راح نكملها. حلو. والدرع راح يصير الحين التتويج ايه. عن استحقاق وجداره. حلو. جمهور غاتسية شو تقول لهم اللي قالوا ما راح تاخذون دوري؟ نقول لهم هارد لك. حلو. جمهور غاتسية، جمهور العربي، السالميه، كاظمه. حلو. وكل انديه الكويت على الحكي. الكويت قادم. ها قادم. ايه. قادم لإثبات الجدارة والاستحقاق. هو قادم وموجود. حلو. بس قادم لإثبات الجدارة والاستحقاق. حلو. بطولة الدوري يبينها نفس طويل. حلو. والكويت الأجدر من الفرق كلها مع احترامي لهم هو صاحب النفس الطويل. حمد العنزي ملعوبة هذه والرأسية. عصام برا، عصام برا الملعب. جماهير القادسية وراح عليكم الدوري، واليوم جايين كمتفرجين للتتويج. شوفوا الكويت شلون يتوج، الكويت شلون يفوز، الكويت كيف عمل. الكويت لازم تسوون نفس الكويت عشان تاخذون الدوري. شاء والله الكويت احنا سوينا اكثر من الكويت، ولكن للاسف. وين سويت اكثر من الكويت؟ الموسم هذا كم نقطه بينك وبينه؟ الموسم هذا استثناء. احنا ما نبي نتكلم عن حكام لان بنشيل النقطه هذه. وابسط ابسط احنا عرفنا الحين الكويت يقولون القادسيه قبل خذوا الدوري لان حكام مزينين. الحين انت وخسرت وتقول حكام مش الحكم الفقير. كلام سليم. اليوم عزيز الكره طالعه برا، عينك عينك اشكره وعطاهم جول التعادل. هذه ابسط. وهي لا على فكره يعني هو ماخذين الدوري، يعني حتى لو غالبينهم اليوم ماخذين الدوري. علشان نقول لك مستوى حكامنا للاسف. حلو. ما يرقى لمستوى تحكيم. اربع مواسم كانوا حكام زينين. لا لا مو على طول، انا ما اتكلم اليوم، انا اتكلم حتى على مباريات سابقه يعني. حتى احنا نهائي كاس الامير السنه اللي فاتت خذيناه على قولتهم بشوشره. حلو. عرفت شلون؟ لا مستوى فريق ولا اي شيء. حلو. السنه هذه نفس الطريقه لاعبيننا، يعني فريق يلعب مباراه اللي طافت لاعب ب 13 اثنين احتياط و11 داخل الملعب. اي فريق؟ حلو. هذا نادي القادسيه تملك ما انت. ما له داعي الدوري يعني شقد. ما هذا المشكله. انا راح عليكم المشكله نقول اصابات لاعبين، نقول ايقافات، نقول ما في تخطيط، ما في استخراج لاعبين من الرديف. انت تملك لاعبين، انت مطلع سبع لاعبين حق السالميه وانت حلو. عندك نقص، طيب ليش؟ هذا كله مشكله اداريه بحته، ان كانت من جهاز الكره، ان كان من مجلس الاداره اللي وافق على، من كان من الجهاز الفني اللي اعطى اللاعبين السماح انهم ينتقلون حق انديه ثانيه. حلو. هذا ونادي القادسية. عندك انت 22 بطل الدوري. حلو. اليوم 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 في اعتراف ان الكويت افضل؟ والله الحد المباراه هذه لا هذه لنا. لا كل الدوري. لا كل الدوري طبعا اوريدي طبعا عزيز. حلو. عندك فارق عندك انت الحين ب 12 نقطه. حلو. فريق ما عنده ولا خساره. حلو. كرة كانت فعلا خطيرة ولا زالت للغاتسية الآن نلعوبة. الله الله إلى ضربة مرمى. جماعة نادي الكويت ونقول لكم مبروك إلى الآن من غير ولا خسارة، وهذا كنا جول قدساوي. شوفه إن شاء الله ماكو. إحنا إن شاء الله السنة حلو. مستوانا شهد لنا، شهدت لنا الأندية كلها. حلو. الحمد لله من محترفين، من إدارة. حلو. من لاعبين. حلو. الحمد لله. بس بطرش رسالة حق أبو عوف عضو جمعية القادسية، يقول ما راح تغلبون، وحلف عليه ثلاثة أيام صيام وفطور علي على نادي الكويت. حلو. فطور على نادي الكويت راح أعطيه. أربع سنوات وما ماخذين الدوري. ما أخذينه بس أقول لك هالسنة. إيه هالسنة وسنة تستاهلون. وإن شاء الله سنة أنت تهدد لي قدام عيل. أنا أقول لك السنين الجاية ما لهم شغل القادسية كلش. حلو. لا القادسية ولا العربي. حلو. أفو عليك صبينا كنكري هني في كيفان. حلو. حق الدرع. حلو تستاهلون. إي نعم إن شاء الله. نزل السكر، نزل الضغط، كل شيء نزل. كل شيء نزل، ما فيني شيء الحين. من المباراة مساعد ندى في كرة ثابتة. وين بيلعبها؟ يلعبها قوية. الله. ولا زالت خطيرة لكنها تبعد تبعد. كيت الآن كرة معاه بيحاول مرة ثانية القادسية. بيضيع عليهم هدف، بيضيع عليهم هدف. كرة ملعوبة، محاولة لكنها وين؟ برا الملعب. جماهير العميد ومبارك لكم بدرع الدوري وفرحة وابتسامة اليوم. مباراة ختامية للحين ما خسرتوا فيها قدام القادسية، ولو أن القادسية
عواده يفوز على الكويت. اول شيء الله يبارك فيك، وهذا العميد يعني موسم كامل من ثلاث اقسام، مو قسم ولا قسمين ولا ثلاث اقسام. الحين ما خلص موسم الثالث الحين. مهما كان خمس دقائق هذا بالجيب اساسا. حلو. واقول من الجمهور القادسيه ولاعبين القادسيه هذا العميد والسنوات الجايه راح يمتعكم اكثر اساسا. حلو. وانا صراحه. وما كانوا متعينك يعني اربع مواسم. والله بيني وبينك كان فريقنا مو زين. حلو. للامانه فريقنا ما كان زين. حلو. بس الموسم هذا خذنا اليد، خذنا السله. حلو. واليد راح ناخذها، وخذنا عده بطولات. حلو. هذا موسمنا، واقول لك اشكرك على المقابله الطيبه. حلو. والكويت راح تشوف الاتحاد الاسيوي وراح تشوف البطولات السابقه. وعاليه مشعل العسعوسي يعلن نهايه المباراه، والعميد بطلا للدوري الكويتي 2013، بطلا للدوري الكويتي الممتاز. ألف 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 مبروك لنادي الكويت. وهذه انتهت المباراة بدون أي هزيمة. احنا ثاني فريق بعد العربي اللي ما انهزم ولا هزيمة، أربع تعادلات والحمد لله، ومقبلين على كأس الأمير. حلو. اللي هو أفضل من كأس، أفضل من الدوري العام. حلو. وإن شاء الله الكويت يعني ما نفكر احنا بالدوري المحلي أكيد، يعني أنا فرحان مو التعادل، فرحان ولا هزيمة. حلو. ما في فريق سواها غير العربي. حلو. وبالستينات. صحيح. الحين احنا قاعد نتكلم احنا في الألفية 2013. حلو. فيعني إن شاء الله احنا نفكر في الدورات الأسوية. ريال ما أخذ الدوري، الكويت احسن هذا الدوري. عطني الفرحه الكويتاويه. الكويتاويه العميد عميد، وين ما راح العميد، بطل كاس اسيا مرتين وبطل الدوري بدون هزيمه ورقم قياسي مقارنه مع الفرق العربي والخاصيه بعدد المباريات، لان ثلاث اقسام. حلو. ريال مدريد باذن الله بطل ابطال الدوري الاوروبي السنه بحيل الله. حلو. فرحتك اليوم انت متعادل مع القادسيه، ما طلعت من غير ولا خساره؟ لا الحمد لله، احنا كنت متوقعها تعادل او فوز للكويت، لكن التعادل بطعم الفوز. حلو. وهذه من منا لله سبحانه وتعالى، والف الف مبروك للعميد وجماهير العميد باذن الله تعالى. حلو. جماهير الكويت وفرحه وابتسامه بعد غياب طويل، رجع الدوري نقول ها رجع، اربع مواسم القادسية مسيطرين، اليوم رجع لكم، عطني الفرحه الكويتاويه. والله نبارك للجميع، نبارك لمجلس الاداره اللي تعب مع اللاعبين، نبارك اهم شيء للاعبين. حلو. اللي ما خيبوا ظنه هالموسم، يعني يمكن الكل اجمع انه من امتع المواسم فنيا حق نادي الكويت. حلو. وانا اقول الدرع، الدرع القادسية فريق كبير. حلو. بس انا اقول الدرع رجع المكان الطبيعي. قابلناك بالسله بنهائي، خذيتوا الدوري، اليوم ما شاء الله بالقدم ماخذين الدوري، شعورك بعد هالفوز؟ فوز تاريخي من غير ولا خساره ما شاء الله. والله فرحه، يعني ايش اقول لك، يعني شايف انت الجمهور وانا يمكن اكثر منهم فرحان. بس الحمد لله الله اعطانا على قد نيتنا، لان احنا نبي المباراه نطلع يا تعادل يا فوز، اساس ان نكمل نهايه لنهايه الدوري. حلو. بدون هزيمه، والحمد لله هذا حلمنا تحقق، هذا احنا كنا نبيه صار. حلو. يستاهلون. إيه؟ القادم حق الفريق ان شاء الله القادم، يعني ان شاء الله قدامنا بطوله كاس الامير. او شيء انا ما ترى ما باركت حق الجهاز الفني والاداري، هاي كلها مجهودهم كلها تعبهم، ورئيس النادي والجمهور، البركه بالجمهور هذا كله اللي قاعد يشوفه. متكوش على مكافاه شريده؟ لا لا باخذ منها نصها. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه المباراه وختام هذه الحلقه. الكويت يستحق درع الدوري الممتاز لكرة القدم من غير ولا خسارة، نقول مبروك للكويت وجماهير الكويت، انهى الدوري الممتاز من غير ولا خسارة، مبارك لجمهور الكويت، مبارك لإدارة الكويت، للاعبين الكويت، نقول هارجك لبقية الأندية. دائما نقول لكم احنا معاكم، تابعونا وترقبونا وانتظرونا في وراهم وراهم، ومع السلامة.